خليني اقول لكم ايه المكونات اللي عندي النهارده في منتهى البساطه. انا عندي شويه توست ابيض عادي خالص، عندي شويه جبنه سلايسز، ملح وفلفل وبابريكا دي التوابل، عندي هنا زبده وبيض وشويه من اللحمه المفرومه، وده كل اللي احنا محتاجينه عشان نعمل التوست باللحمه المفرومه. اول حاجه هعملها هنحط اللحمه تتعصج كده في السريع، وبعد كده نحضر التوست على ما تخلص. طيب اول حاجه عندي هنا سنه اهو من الزيت في طاسه على النار، معاها هنزل حته اهو من الزبده برده، وهدي كده ايه الحاجات دي فرصتها بس تسيح بسرعه كده. هنزل اللحمه قبل حتى ما هكسرها، على طول هديها رشه الملح، الفلفل الاسود والبابريكا. انا لما بعمل دي بحط عليها شطه حمراء بس مش لازم، يعني برضو ايه نعملها سبايسي. خلاص هبتدي اكسر اللحمه واديها كده تقليبه بس، نحاول او نخلي الزبده تخش فيها كلها، تبتدي هي تنزل ميتها تضمن لي ان المواد الدهنيه بتاعتي ما تتحرقش وكمان ما تمررش. وهنسيبها شويه وههدي النار عليها سنه صغيره على ما نحضر الباقي. طيب انا عندي هنا شويه من التوست، خليني اقول لكم برضو هنعمل الحاجات كده طبقتين كده كلها النهارده، فانا هحضر انا عندي 10 اهو، فادي اول ده كده زي القاعده او البيز اللي هنشتغل بيها. انا قلبت كده اللحمه، خلص اخر سلايس من الجبنه اهو. انا عندي هنا فورمه اهي، لو ما عنديش الفرم دي ممكن اعمل كده بكوبايه، ما عنديش بكوبايه ممكن اعملها بسكينه، يعني طرق كتير قوي، لكن اهو وفي السنتر على قد ما اقدر واديها ضغطه والف كده لفه صغيره قوي، هتطلع لي اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هقوم واخدها على طول وهنزل احطها على واحده من اللي موجودين، نعمل كده اهو في كلهم، وعلى طول البوله اللطيفه بتاعتنا ندي اللحمة آخر تقليبة كده، وهنرفع على طول ننزل هنا في البولة أهو. حلو قوي. هيبقى فاضل لي إيه بقى كده؟ معلقة. هبتدي آخد اللحمة كده، حاول آخد من فوق، أنا مش عايزها تطلع بالمية اللي فيها أو بالرطوبة اللي فيها، وهبتدي أنزل حملة أهو، ومش هحط كتير بالشكل ده. اخر حته اهي هرفع الحاجات دي. وعندي بقى هنا نكسر فيها البيض، البيض بتاعنا اهو، وهبتدي اخد البيض واحده واحده كده، ديها ايه فرصتها كده، احاول بس اثبتها. حلو قوي، خلصنا خلاص كل اللي احنا محتاجين نعمله، هي نقطة من الملح هنا ونقطة من الفلفل الاسود. خلاص حلو قوي. هاخد بقى الصينية او الصاجة اللطيفة بتاعتي دي، هدخلها الفرن على 180 لمدة 10 دقايق بالظبط، وبعد كده هطلعها. زي ما انتم شايفين احنا طلعنا خلاص التوست بالبيض باللحمه المفرومه بتاعتنا، حاجه شكلها حلو قوي ومختلفه، وزي ما قلت لكم في حاجات كتير قوي ممكن نعملها عشان نخترع هنا في التوبنجز. انا اخر حاجه هعملها خالص ان انا بس يعني عشوائيا كده هحط شويه من البقدونس اهو الاول بس على البيض نفسه، وعشان اللون بس هنملى كده في بقية الطبق بطريقة زي ما انا بقول لكم دايما الى حد ما كده عشوائية جدا.